دخلت حافلة تقل مسلحي جبهة النصرة وعائلاتهم في جرود عرسال اللبنانية عابرة الحدود ليتم نقلهم إلى مدينة إدلب السورية، معلنة بذلك انتهاء تطبيق اتفاق حزب الله والنصرة. بعد نجاح المفاوضات بين حزب الله والنصرة، دخل مسلحو النصرة وعائلاتهم الحدود السورية قادمين من لبنان ليتم ترحيلهم إلى محافظة إدلب شمال سوريا بجوار الحدود التركية. مشهد هذه الباصات وخروج أولئك المسلحين بهذه الطريقة هو دلالة ومؤشر واضح إلى أن مستقبل هذه الجماعات هو كما جرى اليوم. الآن نحن متواجدين في معبر بلدة السعن التابعة للريف محافظة حماة الشرقي. الآن في هذه النقطة بالتحديد سيتم التبادل بين جبهة النصرة أو عناصر جبهة النصرة الإرهابية مع عائلاتهم بالتبادل مع أسرى المقاومة الإسلامية المتواجدين في محافظة إدلب. اتفاق وضع حدا لثلاث سنوات من وجود النصرة في القلمون السورية وإرسال اللبنانية عابرين منطقة فليطة باتجاه بلدة السعن في ريف حماة الشمالي على متن 117 حافلة تسعت لثمانية آلاف منهم مسلحي النصرة وعائلاتهم. أنا أقرأ أولا من جهة أنه اتفاق إزعام بالنسبة إلى جبهة النصرة التي لم تحصل على شيء على الإطلاق، لأنها تدافع تقاتل من أجل قضية خاسرة. يخدم بكل تأكيد لأنه يخرج جبهة النصرة تماما من أي اتفاق من أي مفاوضات هي ومن لف لفيفها، وبالتالي فإن دول المقاومة أو محور المقاومة أصبح لهم صلة الوصل ليذهبوا منها إلى مدينة إدلب التي صارت معقلا للنصرة، كما انتهى تسليم أسرى حزب الله الخمسة على خمس دفعات ضمت الدفعة أكثر من 20 حافلة بعد مفاوضات ومعارك استمرت لأسبوعين فائتين. حزب الله قد فرض شروطه ويعني استرد كل الأسرى حقيقة، واستطاع أن يخرج النصرة من جبال هذه الجبال ومن الحدود السورية اللبنانية جبال القلمون، وبالتالي أمن نقاط التقاء أكثر مع الحكومة والدولة السورية وأصبحت هذه الخاصرة قوية. خروج النصرة من المنطقة حقق قوة للجيش السوري وحزب الله إضافة لتأمين العاصمة دمشق من جهة القلمون، ما يجعل التواصل والارتباط بين الحزب والجيش السوري على كافة الحدود السورية اللبنانية. بعد أسبوعين من القتال والتفاوض ينتهي أخيرا تطبيق جميع بنود اتفاقية حزب الله وجبهة النصرة ليكون القلمون بالكامل وجميع حدود الدولة السورية اللبنانية خالية تماما من مسلحي النصرة. يا عرب خير بيك لقناة CGTN العربية دمشق.